رجع المفتاح زعلوا عليه عشان احل اللغز بدري. هم يبغون اللغز صعب، الف انهم ما حصلوا وتنجح الفكره. انا اكتشفت حاجه ان جميع الالغاز حلت، حلوها الشباب، طلعوا اقوى من الفقره. ايش المفتاح الثاني؟ ايش قصته؟ ليش زعلوا؟ حق الاسبوع الجاي زي ما قلت انت، وحق الاسبوع الجاي بس حلوا بدري. والله لا تعليق يا اخي. طيب على طاري على طاري فقره، بما اننا في الفقره يعني، انا بسام جاء معنا ولا لا يا شباب؟ بسام موجود في المنتجع ولا مو موجود؟ وينه؟ خلوه يجي في غرفة التواصل، أحتاجه. يا سعود بسام تعال. أمي ترسل لي وأنا خايفة. إيش تقول؟ والله تهدد شكله في تهديد. وأنا خايفة، مقاطع صوت ما أقدر أفتحها. في فاصل عندنا في صوت؟ لا ما في فاصل، بس بسأل فهد. فهد السؤال، كيف طلع بسام من الغرفة؟ وهل تؤيد خروج بسام أو لا؟ معاه العباءة الخفية التي تخترق الجدران. القزاز. نعم. شفاف. وأؤيد خروج بسام، نعم. تؤيده؟ من كان له حيلة فليحتر. يعني أنت تؤيد بسام؟ نعم. ليش تؤيده؟ لأن الفقرة فاشلة. لا ما لها دخل الفقرة. حكم يا أخي فقرة تخلي المفتاح عندي وتقول لا تخرج. أنا متعدي وقتي خلاص. ساعة كمان المفروض أطلع. طيب أنت سمعت تبرير بسام؟ ها؟ سمعت تبرير بسام؟ إيش يقول بسام؟ بسام يقول ما حد أعطاني موية، أطلب موية ما حد أعطاني. حق. يعني إيش ما عاد يروح دورة مياه؟ يقول أمس موية بيشرب موية. دورة مياه ما عاد يروح. بيشرب ماء، ليش ما تحط له؟ أنت حطهم في مكان. حط له ماء، حط له أكل، خليه يطبخ، صح ولا لا؟ حتى دورت مياه يا اخي، يبغون دورت مياه. كانت من ضمن ترى الخطط الفقره انه يكون في مكان يطبخون فيه، ماء براده. حتى دورت مياه يبغون لهم دورت مياه يطلعون، ما تاخذ مفتاح تحذف به البحر ولا يطلعون، يموتون المساكين يا اخي. بروح دورت مياه يقول سكر على 24 ساعه. سكر على 24 ساعه، يعني 24 ساعه قفل جميع مناسبك. لا من فوق. لا لا يا اخي والله فقره فاشله، والغوها والله. الذي لا اله الا انت بتسبب فشل كلوي للمتسابقين. لا والله عجيبة يعني صدق. هل 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 يمنع خروج المتسابق منها نهائيا؟ بعد انا عندي سؤال ثاني. ايوه امس يدور المفتاح. انا بدي اختصر الموضوع، بختصر. كيف طلع بسام؟ هذا سؤال ثاني بعد. كيف طلع بسام؟ سؤال مهم وانا ودي اسال بسام فيه. طيب السؤال الاهم يا فهد، لماذا المخرج ما اخذ انسرتات على الشباب اللي في غرفة كومبارس راقدي المخرج؟ لا 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 لا، اللي في فور كومبارس هم الرقد. مين قال لك انهم نايمين؟ امس شفتهم قبل اسرق. طيب خذ عليهم انسرتات يا اخي. اخذه وهو راقد؟ اي حط، خلي الناس يشوفون. لا في قصه افضل راقد ما. طيب انت يا فهد في قصه، خلي الناس يسولفون، مو جديده. خلي الناس تسولف، خلني انا اعرف يعني، حتى انا خلني الوم بسام كمشاهد مو بتدري انت خلف الكواليس. خلني ادري انا انهم عندهم حركه، نايمين صاحين يتحركون يلعبون يتضاربون. ها؟ هاي سعيد تحاك. ما 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 اتوقع انه شيء جميل انك تنقل عليهم وهم نايمين يعني. ليه؟ مو بجديده، نقلوا على اللي قبلهم نايمين. وش اسفت؟ انا بعرف انه نايم، ان هذا الرجل انا اعطيته. طيب عرفت انه لحظه نايم. انا اعطيت هذا مجال انه ينجم في مكان لوكيشن لوحده اثنين يصنعون لي قصه. ما عنده شيء يسويه يا ابو عبد الله، لنا السرير يا اخي. بسولف انا والثاني. ما عنده الا السرير. لا في قصه وغرفه فيها مكيف وسرير، ما تبغى يربط. انا باخذ السالفه من بسام. هو من يوم يروح الايفون الا شو اسمه الفريون ينام على طول. انا بسال بسام حول هذا الموضوع. بسام معنا في غرفه التواصل. بسام حياك، اعطوني صوت بسام، اعطوني صورته. بسام هلا ومرحبا ابو عبد الله، حياك الله يبقيك. والله بسام اسبوع مشاكل يقولون يا ابو عبد الله. والله مظلوم. ليش ما حضرت عند سعيد قبل هذه؟ اول شيء اصبح عليكم جميعا بالخير. الشيء الثاني ما حضرت والله، كنت تعيبين شوي. انا اذا قعدت لازم اخذ اكسجين يا ابو عبد الله على ما اجهز الجهاز وياخذ وقت شوي، فعساني تاخرت ودامك حلفت فانا اصدقك، فالامر انتهى عندي. السؤال الثاني، كيف طلعت امس؟ والله اني اسال صادق يا، بس والله اني اسال الان. انت حلفت لي وانا صدقتك. انا احلف لك والله اني اتساءل كيف طلعت. هل الباب مفتوح؟ هاكر يا ابو عبد الله. لا لا تركني من هاكر. الباب مفتوح؟ لا والله الباب ما كان مفتوح. بس من فتح لك؟ انا اقول لك، طلعنا نصلي الفجر. اي فاثناء وانا اصلي حسيت انه انا المفروض اني ما ارجع. ليه؟ لان اول شيء انا جلست ساعتين او ثلاثه تقريبا بدون مويه. نايم؟ لا بدون مويه، خل النوم. انا نمت تقريبا نص ساعه ساعه ما اذكر كم، لكن جلست بدون مويه. غير انا ما ودي اعيد وازيد في الموضوع كثير اللي امس نتكلم. لا الان احنا نتساءل. انا ودي أسمع. انا سمعت جزء وابغى اسمع منك الان مره ثانيه. انا اقول لك عشان اشوف انت تغير كلامك على. لا 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 كلامي واضح، اللي هو انه اول شيء انا في البدايه كنا نطلب مويه وكسرنا القزاز، ويلا جتنا مويه بالحبتين وما جتنا من احد، جتنا من اخويانا.
وكيف دخلوها خياكم والباب قفل؟ الشيخ الشيخ سمح لهم دخلوا لنا مويه، دخلوا حبتين هذه المويه الاولى، بعدها جلسنا تقريبا ساعتين الى نص، اذا ساعتين ونص اتوقع بدون مويه. القزاز انا اتوقع باقي شوي ينكسر، وممكن لو اني مطول شوي كسرت القزاز. مين معقوله بني ادم جالس عندك في سجن متحط له مويه؟ على الاقل مويه يعني، ما نبي شيء ثاني، مويه. فيوم طلعت اصلي انا ما راح ارجع المكان الثاني وانا عارف انه ما راح يجيني مويه، غير انه ممكن اصلا المقدم نسى يحط السؤال. كيف؟ ممكن المقدم نسى يحط اللغز، فعشان كذا انا ماني مضطر اني ارجع وانتظر بعد البث وانا مسجون. طبيعي عادي طبيعي، احيانا ممكن تجلس 24 ساعة، هذه فقرة يا بس. هذا اذا انا عارف انه ما في سؤال اصلا، بنام وبجلس 24 ساعة. لا لكن لا شوف شوف، يمكن طيب انا عادي ما شوف السؤال او اللغز هو مساعدة. اللغز هو مساعدة ممكن يساعدك عشان تطلع. كون اني احط لغز ما احط هذا بكيف المقدم. لكن كونك انت تطلع ولا ترجع، لا هنا انا الومك يا بسام. يمكن الشباب اعطوك بس ممكن كنت تقدر تاخذ مويه اذا كان مشكلتك مويه، وبنجح الفقره بس اتساعد مع الشباب في نجاح البرنامج والفقره وبدخل. يعني الخطا وارد حل يا بسام، الخطا وارد والله ممكن. لا مو بحل ولا انت لا 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 والله في حلول. عجبك جو المخالفات له لذه شوي. لا والله شوف ابو عبد الله، انا ما اقول لك ما اخطيت، لا بالله اخطيت، وعلى قولتهم ابن ادم يخطي، لكن انه اساها صارت يا ابو عبد الله. وكثره الاخطاء هذه شن يعني احطها تحت اي بند؟ تحت بند اللي قلت لك اياه في اللقاء السابق اللي هو انت عارف يا ابو عبد الله. اذكرني انا ترى حتى انا انسى يا ابو عبد الله، عشان كذا قلت خليها تحت البند السابق اللي انا نسيته صراحه. يا بسام 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 اسلم يا سعيد، صبحك الله بالخير. هلا ومرحبا، كيف حالك؟ الله ابشرك طيب الحمد لله. بسام انت عندك موهبه جميله ومحتوى اثرائي، انا اعتقد انه ما طلع منه الى الان شيء يعني. صحيح. مستحيل انه طلع منه شيء على, على 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 الشاشه. انا نصيحتي لك كاخ اسلم، وانا من الناس الذين يعني ستهمني اني اتابعك بعد البرنامج. الله يسلمك. لا تحرق نفسك بافعال جدا ما هي بكويسه على الشاشه. ف حركه امس اتمنى انك يعني انا لا اختلف معك في قضيه احترامك وادبك واخلاقك، هذا شيء منتهي منه. الله يسلمك. ولكن اتمنى انك احترمت الفقره، رجعت لغرفه الفور كومبارس حتى يأذن لك بالخروج، نقص الماء أو غيره، هذا مسؤولية معد الفقرة ومسؤولية الفقرة ومسؤولية الإدارة يوفرونها لك. لا نصيحتي أعيدها وأكررها، لا تحرق نفسك بأفعال بتتحسف عليها بعدين بعد ما تطلع تقول ليتني ما سويت الشيء هذا، لأن عندك جدا محتوى جدا جبار. والله أنك صادق أخوي سعيد، وعز الله النصيحة طيبة وبحتفظ فيها تأكد، وإن شاء الله نعمل فيها بإذن الله. الله يوفقك يا بسام. تعمل فيها وأنت تعرض الفقرات ولا تحضرها يا بسام؟ يا أبو عبد الله قلت إن شاء الله. ولا حتى صلوات؟ لا بسام والله أنك في منحدر، أنا أسميه منحدر صدق، لأن يعني أعرف بسام هذا منحدر. خلني أجاوب عليه أبو عبد الله. لا كنت أتكلم فيه، أنا بكون صريح يا بسام، خليني أكون صريح معك لأنك صديق وأخ. أسلم. هل هو بحث عن هوس مشاهدات؟ لا. وجماهيرية بسام؟ لا. انا اقول لك ليش. اجل هوس اضواء الضوء، هل هو بحث عن ضوء تسليط ضوء؟ خليني اجاوب عليك، ما له مسبب ثاني بس انا مانه يعني شوف انا بمشي خطا، الخطا الاول ممكن اني امشي، الخطا الثاني بتجاوز عنه، الخطا الثالث بغمض عيوني عنه، الخطا الرابع الخامس السادس بسام كثرت. طيب خليني اجاوب عليك يا عبد الله، الجماهيرية ما أو الجمهور أو تسليط الضوء ما هو موجود فقط في برامج الواقع. الزبدة أصلاً ما بعد برامج الواقع، وين راح تكون؟ طيب عشان كذا أنا أستغرب بسام إيش اللي قاعد يصير فيك؟ فلا تتوقع أنه بسام قاعد يتعمد هالأشياء والله عشان أشياء ما سبق أول. ما سبقك إليها متسابق في البرنامج أن اليوم 63 في فقرة كومبارس الجميع يلتزم، صح بعضهم يروح يصلي ويرجع، التزام الصلاة جماعة يصلون ويرجعون، وهذا من أساسيات الفقرة تمام؟ ما سبقك إليها أحد يا بسام. أنا قلت لك يا أبو عبد الله بني آدم يخطي وخير الخطأ. كثرة الأخطاء يا بسام، يعني كثرة الأخطاء ما راح أحطها تحت بند أن الإنسان يخطي. معك 15 متسابق ما وصلوا لهذه المرحلة خلال أسبوع من بداية البرنامج. صدقني يا أبو عبد الله لو ترجع للقاء السابق وتتمعن فيه زين تعرف أنه كل أسئلته كان لها جواب في اللقاء السابق. أنا أعرف الإجابة بس أنا ما راح أقولها لأني أنا أبي أستنطقك فيك وأنت ما تبي تقولها. لا أي والله ما أبي أقولها يا أبو عبد الله، لكن تأكد أنه بسام يعني يعيد ويزيد في هذا الموضوع، أنه النجاح ليس محصور في سور المنتجع فقط، ممكن تنجح داخل المنتجع
ممكن المنتجع يصنع منك شخصية وبرا تكمل هذه الشخصية. مليت من البرنامج يا بسام؟ سام؟ مليت من البرنامج؟ أنا ما ودي أقول أعيدها مرة ثانية عشان ما أحطم الناس اللي تدعم بسام أو اللي تشوف البسام منظور أنه راح يكون إن شاء الله نجم يوم من الأيام، إلا أني أقول ممكن نص الإجابة أنت قلت يا أبو عبد الله. عندك شيء أستاذ فهد؟ بس يا أبو عبد الله أحسب حساب أنه الإجابة اللي أنت قلتها تراها مبنية على 63 يوم، ممكن أنا تكلمت في آخرها، فأحسب حساب أنه هذه كلها تراكمات. دفعت ثمن الكلام اللي قلته المرة اللي راحت؟ ممكن أني دفعت ثمن جزء الثمن، لكن أنا سعيد جدا يا أبو عبد الله، حتى لو تلاحظ لو تشوف فيديوهات لي في اللقاءات قبل الكلام وبعد الكلام تعرف أنه بسام طلع اللي بقلبه والآن مرتاح، لو أطلع السبت القادم أقسم بالله العظيم أني سعيد. في أحد ثاني يتمنى خروج بسام يوم السبت؟ ممكن، ليش لا؟ فيه؟ أكيد، ما في بني آدم. لا لا لا، أنا أعتقد أنك أنت بسام زودتها، اعذرني. أسلم يا أبو. أنت اللي صرحت باسم تقول فلان يعني يتمنى خروجي. أنا ما قلت فلان، قلت ممكن. إيه لا تقول لي ممكن، ودائما يعني المرة الأولى لعلها لقحت معك إنك تكون ببابي وخلاص، ويا تكون واضح يا لا تكون. أبو معيان، هل في أحد الحين ما يتمنى إنه مثلا فهد ما يكون موجود في فوكس؟ لا أبدا. ما أبدا. خلاص، حرية رأي. رأي طيب. أبو. طيب. يعني إيش سؤال يا أخي؟ ما حاربوك، يقول الشاعر ما حاربوك ولكن أنت منشغل يا محور الكون إن الكون مشغول. طيب أنت يا تكون واضح يا أنت هي فترة لقطت فيها شو وحلقة حلوة وكنت تصريحاتك بطلة وأنا مدحتك فوق الهواء وتحت الهواء، لكن الآن خطأ خلاص. أنا ما قلت شيء يا أبو معيان، أنت الحين قاعد لا باقي حربوك. أنا قلت ممكن، لا إيه ولا لا، لكن أنت تحاول أنك تستغل الممكن وتطلع بموضوع ما لا, لا 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 الممكن الممكن تحتمل إيه 50% ممكن بالمئة. إيه ليش لا؟ أنا ما أعلم غير لهذه منطقة ضبابية، الممكن منطقة ضبابية، الممكن تجعل الناس تبحث عن الإيه لأنك تعلم أن الناس لن تبحث عن اللا. عاد انا ماني أيوة. انا ماني مسؤول عن الناس يا ابو معيان، لذلك لا ترمي للناس لغم ثم تقول لست مسؤول عنهم. اتقي شر الحليم اذا غضب يا فهد. ايش دخل يعني اني بخالف؟ انت تخالف اكثر لا 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 مو مخالف. وش يسوي الحليم؟ طيب ها ايش دخل الحليم؟ انا اكلمك على المنطقه الضبابيه فتقول اتقي شر الحليم. ايش بيسوي الحليم يعني؟ لا تحاول تحرثني، انا ما بيتكلم يا ابو معيان يعني. يا اخي تكلم يا ما بيدخل بنقاشات معك يا فهد، انا احبك يا اخي، ما بيدخل معك بنقاشات. يا اخي ادخل معي في نقاشات. لا لا لا، النقاش لا يخلف للود قضيه يا اخي. ما هل يعني اني اذا ناقشتك وعارضتك وخالفت وجهه نظرك اني ما احبك؟ لا بالعكس، انا اذا كان هذا مبداك فالجميع ما يحبك ولا تحبني. لا فهد قول لا اله الا الله، انا ما ابي ادخل في اصطدامات. كيف انا ما ابي ادخل في اصطدامات؟ بمعنى انه كل ما بقلب بسام هو قاله في اللقاء السابق، اما بالنسبه لخروج بسام امس فهو وضح السبب وقال ممكن انا اخطيت. نحن في برنامج الان في فقره حواريه تعتمد على اخذ الموضوع وتفصيله والنقاش عنه. ممتاز. لا يسمى صدام. ممتاز. الصدام هو ان يتعصب كل منا لرايه ثم لا نخرج بنتيجه. ممتاز. نخرج بزعل. احنا ما نخرج بزعل، احنا نحاول نوصل معك الى نقطه الى نقطه وسط. اسلم يا فهد معيان، عطني نقاشك اللي انت بيني احاورك فيه، تفضل. ممتاز. اكرر مره ثانيه. اسلم خلاص مدام. اي لا لا، الحوار اخذ منحى طويل يا بسام، وامانه يعني انا اشكر استاذ فهد واستاذنا، واضح انه لن يصل معك الى نقطه التقاء لانك بسام لن تكون واضح، وكثره الاخطاء تدل انك انت عندك هدف ما ندري وش هو، مجرد ان تخطي اكثر تعتقد انك تنجم اكثر. من باب خالف تعرف. اي بس لا 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 اجل وش هو بسام؟ انتم انا اريد تحليل منطقي للكلام، الاخطاء اللي قاعده تتكرر من شخص احنا عهدناه منضبط من بدايه البرنامج الى اليوم. ممتاز. 58 او الى اليوم 53، فجاه من 53 الى 63 اتى بما لم ياتي به من سبقوه كلهم. ممتاز. الشخص اشكال والوان، الشخص المنضبط اللي من بدايه البرنامج الى 53 او يوم ال 53 ايش حصل يا سعود غير مكسب بعض الكبار من الموجودين في البرنامج؟ كبار طبعا اتكلم عن كبار علم، كبار قدر، كبار منصب، تتكلم عن متسابقين ولا مقدمين ولا اثنينهم؟ اثنينهم غير ايش حصل عليه؟ ايش حصل؟ اي انا اسالك، انا اللي اسال. سؤالك اصلا غير واضح لي. لا واضح حتى لحظه. انت تقول انا ماذا كسبت غير كبار وغيري؟ انا علمك، انا علمك، خليك واضح جدا. طيب بعطيك اياها بشكل عشان ممكن. انا حتى ما ودي اطول اسئله، انا وقفت فهد لان انا ودي اوقف فيه نحط نقطه وانهي هذا الحوار، لان اخذ منحى بارد شوي جدا. تمام. انا بعلمك يا سعود لانك ما انت بصريح. لا صريح في بعض الامور اللي ما احاول اني اكسب فيها عداء احد. انا ما بيكسب عداء احد يا ابو. طيب
ثاني قال ما تبي تكسب احد، لا تلمح لشيء مو بواضح مو مفهوم. عشان ايش الشيء اللي مو مفهوم انا قلته؟ انت تخالف يا بسام، طيب والى الان لم تقنعني بسبب الحقيقي وراء خلافاتك الاخيره ومخالفاتك الاخيره. قلت لك اخطاء. ها؟ اخطاء البني ادم يخطئ. الخطا اذا كان خطا هو مره واحده غير متعمده، اخطائك كثرت مره صارت بالجمل بالكريك. الشيخ علي الطنطاوي يقول ان اسهل طريق الى الشهره هو مخالفه ما يعرفه الناس، واعتقد ان بسام اتخذ هذه الطريقه في الاونه الاخيره واصبح يتخذ مقوله مسعود بن شعفول جل من لا يخطي. قال انا بخطي واقول جل من لا يخطي عشان الناس تسلك والناس تمشي والدنيا ماشي. طيب عندك تعليق بسام ولا نقفل؟ سعود كلامكم كله غير منطقي وغير صحيح ابدا. كلامي غير المنطقي، غير صحيح دقيقة ابدا. لحظه فهد دقيقه، قول كلامي انا. كلامكم غير منطقي. ليش مو منطقي؟ انا اقول غير لان اول شيء انت سالتني سؤال ورحت سؤال ثاني اللي هو قلت كنت اقول وين بسام، او بلا صح ليش بسام تغير. يا سيدي بعدين قلت بسام كثرت اخطائه. لا 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 طيب هذا هو هذا ما نرك. خلنا انا دقيقه بمسك مع بسام. 53 يوم وعلى قولتك قاعد يقدم الشخصيه الحقيقيه له. طيب اللي هو الولد اللي قاعد والشخصيه الخياليه اللي جت بعد 53. لا 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 الشخصيه الثانيه اللي هو كل بني ادم عنده شيء جانب شخصيتين. لا جانب خفي اللي هو انه والله او بمعناه. طيب بسام اختصر لي عشان افهم. شتتني والله يا سعود. لا ما تشتت، تعذرني لان انت ما عندك شيء تجاوبه. تسمح لي. يقول شتتني. ممكن تسمح لي. جميع اسئلتنا التي سالناها تصب في 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 قالب واحد اللي هو بعلمك. السؤال الاول من ليه من اتهمت ولماذا اتهمت يصب في هل انت تبحث عن جدل او لا. اتهمتك اعذرني خلني اكمل بس الله يحييك. خلني اكمل الله يحييك. السؤال الثاني بسام ليه قبل العيد كان بسام والان بعد العيد بسام جديد؟ طيب تصب في نفس الطريقة هل أنت تثير جدل أم لا؟ سبب وراء السؤال الثالث. بس هذا هو السؤال الثالث. إن مخالفاتك الكثيرة هل هي أخطاء عفوية أم مصطنعة وهي تصب كذلك في هل أنت تحاول إثارة الجدل ولا لا؟ السؤال اللي يلم هذه الأسئلة كلها هل تحاول إثارة الجدل يا أستاذ؟ لا باختصار لا. أفعالك تدل على ذلك. انت ما تقول تكون ذكي. اتهاماتك مخالفاتك خروجك عن النظام. عاد كل بني ادم يخطي، انتم تخطون، المتسابقين يخطون. ليش الخطا اللي عند بسام خطا عظيم؟ لان الاخطاء تتوزع على 90 يوم، ما هي تجي في اسبوع كلها مره واحده. ما هي باكجي. قدر الله وما شاء فعل. ارجع واقول لك انت الحين تبي جواب لهذا الكلام كله. ايه ايه انا اقول لك البني ادم يخطي عادي. بس البني ادم يخطي. انت طيب كان لك جواب تقول بسام وش كسب؟ ايش مقصدك بالمكسب؟ بمعنى مو وش كسب، انا ممكن اخطيت في اللي بيقول لك تعرف اخطيت بعد جل من لا يخطئ. كلنا اخطينا جل من لا يخطئ. واللقاء هذا كان خطا للاسف. يلا شكرا يا بسام، لان اصلا انا يبدو اني بعد انا اخطيت وجل من لا يخطئ. شكرا بسام. أمانة ما كنت والله أني صريح، ما كنت لأني أنا أعرف الهدف ونعرف المتسابقين أمانة وش أهدافهم. يا أخي كنت أتمنى أني أجد إجابة، لأن إحنا بحاجة مثل بسام ما بعد البرنامج أن نصدر مثل بسام ويكون ما ودي سولفت واجد. كنا نبغى هدف والله ولا هدف ولا شيء. سولفت واجد. طيب على طار السوالف اليوم كان فيه بعد المطبخ في جلسة كانت بين مهمة الجلسات النادرة اللي طلبنا فيها، كان في جلسة ثنائية بين بهاج